طيب لم تعد بعد اليوم تخيب ودماؤنا تطير على الرصيف، وهو ربيع الثورة قد حل وهب ريح الخريف، وهو استشهاد المناضل الشريف قد حرك الجمال وسمى جبال الريف. فيا لك بالنضال واعطل من مظلم سخيف، أيها السفاح والثور كلنا نكبر ولا تحركت يدار البحر الراس المضاد، وقد تبقى بالاسواق بيدك المرسخه، بيدك المرسخه الاتباع، صنعت من شعبنا قنبله مهيئه للانفجار، ووضعت نفسك في قاعه الانتظار تنتظر الشهود والاختيار، ومن نبيل وميسى ولي اخترت لنفسك دورا من الادوار، اخترت لنفسك دورا من الادوار. الغروب ارحلوا قبل الغروب يا قساة القلوب، بكل ذكرى لكل الدروب، فلم تزل فلم تزل ويعرف الشعوب، نحن لن نخاف الموت ولا الذهب والغروب، نحن شعب غازل، نحن ابناء البطل المحكوم، نحن ابناء عبد الكريم المحكوم، وجنودنا لن يضيع وحقنا لن يموت، فارحلوا قبل الغروب، ارحلوا قبل ان يحل الظلام، فحينئذ الله لا ولا كلام، فبالله عليك ايها النظام، حقنا حقنا وحي عليك ان الهام، كي تقتل ولا تلام، كي تذهب ولا تلام، ولكن الاجل قريب من وهي الاجل قريب من وهي هذا هو الشعب، هذا هو كلمة مقتضبة وحرة العصا والوليدة. سرق الورين سرق واجب يمان.
صافي شبيك يا ريمان؟ شكرا مصوتها هذا، شكرا في المقدمة يا تاتين أزول إثناء. السلام عليكم، يشكر تحياتي بريتم قرانت مجددك في موعد نهارة في حلقة ميزة استثنائية ثومة زافرة كنا غضومة في البشير في شعيب نهارة غيش الحلقة. نتمنى غد السعادة غيك لو مدناغ سنستاف درانشني نصمم في المعاناة سنستاك معتقد السعادة حبس رنت حكيمة ب 12 سنة سجنا أنصمت المعاناة سريجا معتقد بحركة 20 فبراير. قبل ما تبدي أي مقدمة، أولا تمني غس الشفاء العاجل القريب عزي حمد وأيضا ثومة ناصر الزبزفي الوالدين كل شيء مهرف من مجان للمواطن الناغي في تعانى المعاناة. يعني مخصم دائما قال معاناة ضربتك النغزي بداية الحراك إلى يومنا هذا، معاناة الأمهات ومعاناة المعتقلين ومعاناة تعرفة من يكمل ومعاناة جميع المعتقلين السياسيين ومن بينهم رئيس توشي عمر راضي الرسوني نوردين العواج كلشي المعتقلين الرأي العام من يمجن عجن تحية طمقران سرجع وور زي سانتين زي برلين وبرام تو غايس ما يكلي جن دائما في الطاقة متحية غضومة عبد الرحيم وتحية غصورة صدومة عبر قضاء والتجمع من يكمر مريض ما إجيش. قبل ما تبدي الحلقة يوم البشير إجن نبدا تاريخ يا خاص مختلف السوطة من تغسي وضغي وذان جن يوذان السنشي يوم البشير تران خاص مثلا على باراد يعني تيني تران خاص بأنه يرجع معتقل نعيش في فبراير، ولكن السنشي بأنه شاعر بأنه كاتب غاز ديوان شعري عاد قسمتك الجماهير الناس يبدأ يتبع عبر الصفحات الإلكترونية. البشير بن شعيب ابن بلدتي وجاري من تحية طمقران في دومة البشير بن شعيب. البشير بن شعيب من مواليد أيث بوعياش من مواليد 82 شاعر وكاتب مؤلف له دواوين شعرية كلها نضالية وهادفة لم يقم بطبعها لكن قاسمها مع الجماهير الشعبية على مستوى المواقع الإلكترونية حيث واكب بها كل الأحداث والمستجدات المتعلقة بالحركات الاحتجاجية وبهموم الشعب. كتب مجموعة من المسرحيات الهادفة. البشير بن شعيب يعتبر من يعتبر أبرز ناشط لحركة 20 فبراير نظراً للدور الذي قام به إذ أنه كان يكتب الشعارات إلى جانب التسيير طبعاً. اعتقل البشير بن شعيب يوم 2 مارس 2012 من المسجد المركزي بأيث بوعياش حيث تمخض عن هذا الاعتقال غضب جماهير عارم استنكار واحتجاج على هذا الاعتقال التعسفي. أصدرت في حق البشير بن شعيب 12 سجنا قضى منها 9 سنوات و70 يوما. مات والده ولم يتمكن من حضور مراسيم دفنه إلى جانب معاناة أخرى علما أن أخاه أيضا الأخ عبد العظيم بن شعيب أيضا اعتقل وحكم ب4 سنوات على خلفية 20 فبراير أيضا قضاها كاملة مما زاد في حد في حدة المعاناة. لكن البشير لم يثنيه السجن عن مواقفه رغم كل هذه المآساة. هذه باختصار وتمني مرتوكش نحاج دومة بن شعيب التي حاولت تصحح من خلال الأسئلة غير نقدم أمخزرا بأن البشير أنت شاب من أبناء المنطقة رهم منسك أي شاب ابن الريف غاس طموحات غاس آمال غاس أحلام كبيرة أنت يزو إجن مستقبل ظاهر كسي يعيش مليحة كسي استاقر مخبن جميع أي سمثنا غمق سنم جميع المراحل
هناك ما خاص نقاشين تراكمات نضاليه ونضالات قنغعاد دكسن الى يومنا هذا نعاني ونطالب رغم انها تلك هي حقوق وليست بمطالب. الزور ثومة البشير يجن تحية طوم قرانس الجغور تمني غاكي نغسعي النارج مجير تصبحان يوداني قزنا في السجن قل بشير بن شعيب انفاح وميقشكي دناغ انفاح سكر ريينك نمشك مجميع يثمثنا غيدي فقن سوائل السابق اني قعدان اني دعدان غيدي فقن مؤخرا نتمنى الفرج يثمنا نغيقي قيم من قرح بوسات سجون الذلي والعار. طبعا مرحبا بك البشير. الزول الزول وتشماتنا كريمة ومن خلالك وعبرك تحيي غيت ما كل الأحرار الحرائر سواء من داخل أو خارج هذا الوطن الجريح تحيي خشم وتشكاقشم خد دعوية ثاني الدين وتشماتنا كريمة وتشكاقشم خد مجهودات ندق من أجل نصرة أي ثمان داك يعرف وليا الشرف كيكم يريغا كيكم داري الله يباوني تين وتحيي غير مثلا يتمثل مرة وتمني غادي يرجع المستوى الاستقبال ونيتين باش من زعما هذه وضحي الجماهير الشعبيه مجموعه من النقاط نتهمان ضماتنا نتهمان رمنا مرة وتقادر شما وشما كريمه ومن خلال من خلال المعوذ تقادر غير مثلا غني جان قال كوالي ساكن مني عبد الرحيم ثم سمع بالقذا وتحيي ضو نعرف مرة ما يمجان وتحيي الاحرار الوطن ونيتين تحية متبادلة غنيبة حيث مجن تجمع تحية سوطاس نتاعها بزاك دائما طواف نذكر ان نتجمع طازم ما راغ يسمس نغيد نغدي تباعن يجن تحية طمقرانت تورط الناني ثومة البشير شك شاب ميسناري في ميس المنطقة معتقل 20 فبراير ممكن هذا يديني مخطن خارطط ماشي إنش ولكن يبدأ إذا غادي تبع عندي المتابعين المتابعاتنا مخدس تجد تنخارطط بحركة 20 فبراير ممكن هذا نقص يورد خل أنت لقيم طبعا أكيد وتشمثنا كريمة لين خلاطينو جي الحركة 20 فبراير زما غادي نير وأنه هو رجع نتاج أو نتيجة تسمى الرفضينو إلى الاضطهاد نتعانى الشعب المغربي برمته يعني بصفة عامة والشعب في المنطقة نعرف بصفة خاصة نشفض 20 فبراير لا لشيء إلا يتسمى باش هذه راه الموقع التصدي مجموعة من السياسات استهداف المنطقة نعرف بالخصوص استهداف المواطنين بصفة عامة مجموعة من السياسات فوض باش تصدي غير الفساد المستشري فوض باش هذه نغلى للحقرة لا للقارة تمين السوار باش يتسموا السيور شي يخفينوها والتحظيم سرين قطاع أنا قلت تعريف الحركة 20 فبراير من تعنا بزاف هو الحركة 20 فبراير عاد السين شي يمكن نفهمي ناس السياق مكتوس الحركة 20 فبراير الحركة 20 فبراير بان في بريد وسيد في خضم ما يسمى الربيع الثوري رجال في الشرق الأوسط طلاقا زي الاستشهاد البوعزيزي زي سيدي بوزيد الثورة التونسية من يوقع في الشرق الأوسط ظهر شي حاجه قناص الحركه 20 فبراير على المستوى الشارع المغربي ونشني لسنا بمن اعرف لان عارف غير مدرسه النظام رجا سباقه منايا نود ذاك الموقع اللي بغيت الموقع نعرف من كمال نشني نستنكا نطالب التغيير الحركه 20 فبراير نش كبشير مشعيب كمعتقل سابق ناشط بارز الحركه هي ثانيتين تعتبر ديج الحركه ديج المحطه مفصليه تاريخ الحركة الاحتجاجية لأن الحركة 20 فبراير ومتفق الشارع ندد مجموعة من السياسات استنكا الجبه النظام ندد استنكا وبالمقابل قدم مشروع مجتمعي سياسي الحركة 20 فبراير قارس النظام وانيتين قارس قال مشكل بنيوي مشكل بنيوي وزما واش الاصلاح ولا ماشي الاصلاح لان المشكل مكمن الخلل اقصد البنيه السياسيه للنظام لان غانا مجموعه من النقاط مدرجه في الدستور الجديد القادم طبعا مثلا شمي السوار ما يسمى بفصل السلط نيشمي السوار النقطه اللي جا مدرجه في الدستور عاود قانس مبدا ربط المسؤوليه بالمحاسبه شي نقى من خلال 20 فبراير كيف يعقل كيف يعقل اتفصل ما بين السلط
تما مولود تجي ملكيه برلمانيه، وبالتالي شي غانتنا دازت ملكيه برلمانيه باش غانيري رئيس الدوله منتخب باش يخضع للمحاسبه باش نحقق نفعل البون دوانيتين ديال الدستور ومقام فصل السلطه. وبالتالي الحركه 20 فبراير راه جا حركه تغييريه بامتياز بما لها ومعانيها، ولكن النظام المغربي وكعادته يعني يتعامل كيس المنطق القوه القمع يحتي تمشي على المنطق العقل يلتجئ غحلول المرحليه ومن بعد امجاد يسمى من بعد الحركه 20 فبراير كان واهم انه يعتقد اللي تعتقد بلي انه يعني يخمد الشعلة الحركه ضارت الحراك ناري ضارت الحركه ضارت احتقان اجتماعي على مستوى الشارع المغربي. مما يحيلنا ان نتساءل اننا شي من داخل حركه 20 فبراير تقدم البديل الجذري، يعني تقدم يجن التغيير يجن البديل باش يدير يجن التغيير ملموس هذه لمس اتلمس للمواطنين نحقق بصح يجن الطفره سواء يعني نحقق يعني يجن التحسن على جميع المستويات. ولكن يهدى لينا قابلنا نغطس قابلو للقمع ونوفي بؤاظا صاغية ويعني لا حياة لمن تنادي. وبالتالي كما لا يخفى على الجميع يهدى لينا نهجنا كينا مجموعة من السياسات استغل ما يسمى الإسلام السياسي ضد الحركة 20 فبراير الذي نشي هذا سمحي دوما في البقاء البشير ومن بعد غن نقاط منيك باش ودي الحرق قلش الأسئلة كورشي دي منيك دي أنا نتبتد كتعريف كتعريف طبعا كتعريف حركة 20 فبراير حركة تغييرية نفوت داك سنشي ميدا دي الصوف ونسيو الداخلين خيراتينو باش يتفوشي زي الموضوع خارج البيضاء يعني نشنين زي الموقع النهضة نيتين قيت وعياش قاري في كمر نفقد نتنادى يعني السفونة دي السفون السفونة دي الحقرة دي الاحتقار دي الارتهاب السفونة دي فرص الشغل والو الشباب تنتنقي قوارب الموت الشباب يعني تغزاد داك سنقات مقضعان ولكن لا من يحرك ساكنة سواء السلطة المنتخبة تقوم شي الدورين المؤسسة تقوم شي الدور سندو. بالتالي يعني شني نتنادس الحياة يعني نتنادس العيش الكريم نطلب حياة كريمة للمواطنين نطلب حقوق المواطنة هنا ما سواء شي حاجة قانص المواطنة قال المواطنة هي حقوق وواجبات. وبالتالي شنين تدى الواجبات أكثر من الواجبات تدى شي حاجة تعطي الواجبات بالمقابل الحقوق ونستفيد سوالو وشمين كان السيور حقنا قانا كنو يحفن تاوين غير حبسات. وبالتالي يعني وليس نغي فهمني هنا يعني والحركة الاحتجاجية يعني الحركة 20 فبراير الحركة تغييرية ما هي إلا امتداد الحركات السابقة الحركة التلاميذية العلمانيين من يوقع 150 إلى غير ذلك. وزمان يا غوتش ما لديش السؤال نقوم حتى فاضح يدولي باش يعني باش تسم بأن مخدمة بأن قدم يعني قدم ردة مش اعتقالات وقدمت شهداء مخزرة ما كنا غير كنا دومة كامل الحسين الله يرحمه يعني رنتي قدم حركة 20 فبراير قدمت شهداء أيضا وفي نفس الوقت قدمت السؤال الثاني وهل في نظركم احراق 5 شهداء البنك قلنا نظري انك شكون خضر هل لها تاثير قلت تدور الحركه اللي قايت بعياش او يعني بحركه 20 فبراير كمل طبعا الحركه 20 فبراير على المستوى الوطني فقد تنادى يعني التغيير قاس مطالب سياسيه من قال الحريه والكرامه العداله الاجتماعيه قال مطالب سياسيه لان كل ما هو اجتماعي هو اقتصادي وكل ما هو اقتصادي هو سياسي شمن قاشي معه مشكل البطالة مشكل اجتماعي ناتج عن ماذا ناتج عن ما هو اقتصادي وهو ماذا اقتصادي وهو الاقتصاد محلي للمنطقة. وبالتالي ميزي ومشي الاقتصاد للمنطقة لأن هذه السياسات تمنع الاستثمار للمنطقة. إذن من يعني في شخص ظاهر عسكري تنسوا على المستوى المحلي يعني ذيني الترابط يعني وثيق وزما تفصل جامع مصريين مشنين شمن السوارخ الشهداء باش نجاوبوا الشهداء أكيد أن يعني الحرق يعني الاغتيال يعني الشهداء الخمس ديال الوكاله البنكيه المشؤومه الطريقه البشعه الجريمه النكراء يعني الشنعاء نرتكب المخزنوه في حق الشباب هنا ديال الريعان الشباب نسال يعني ما زادتنا اصرارا كانوا يعني الاصرار الاستمراريه في الصيروره لان ما ركعت ديال القراءه الكرونولوجيه اتزادت ان الحركه 20 فبراير على المستوى الوطني استطاع المخزن هذه خمد الشعلة ينس يقص الايجار إن صح التعبير ولكن قل موقع نعرف وخصوصا ده قيد وعيش الجميز لأن شين كتاع عام وشهرين قي الشارع عام وشهرين قي الشارع يعني نواكب كذا رقنا يعني
مواظبون مواكبون متواجدون يعني ومنايا يعني رجع السبب يعني راجع يتم الاستشهاد الشهداء هنا نحن في التشبه لا يعني انه شيء هذا مسمح ولكن يعني الاستشهاد الشهداء هنا يعني ينغي العزيمه يعني زادنا عزيمه وثباتا نقيم الطلب حتى تما يوقع الاعتقالنا وزيد اعتقال اخر يعني زي قلب النظام زي السينار نتاع تاريخ الشهداء يعني نتناضل نكمل مسيره النضاليه لان النظام هو من غيجيني واهم من يعتقد انه بالسجون والاعتقال سيثنين عن دربنا النظامي ثانيتين تسمى يعني هي في تعجوا وني مره زاس قصر الحبس انا ذوقه شنو نيري فيا بعد الساو داخل المنطقه نعرف شنو الانسان راه في السيكولوجيا وري في في تاريخ المناضل بحكم ان التاريخ صعريق يسخر الملحمات الملاحم المحطات النضاليه الملاحم البطوليه يتاري دورو في وري في مناضل سواء غرا غاستك من اكاديمي نواشي وبالتالي هنا يعني نجم مجموعه من السياسات من اجل باش تما غتسل الاستلاب الهويه نعرف الهويه السوق الهويه النضاليه باش تسل الاستلاب ولكن الزمان يعني الزمان ثانيتين اتحداهم والزمان هذا نعرف شي نطره لان منايا نوارثيس جيل بعد جيل ونش كبشير منش عايز الواقعينو تحاول ما امكن يعني غير المرجع الناشئه الاجيال اسن بني الله بنا يعني مخلورا وتحاول غاد وسط المحطات النضاليه من خلال القصائد البيانات المقالات الى غير ذلك زيد واش فاح النقص راه طول جيد لا قرا نشوف شي الحريه باش تفات استورد لان مخني شكل الاجيال القادمه لان واش ما كريمه سامحي خير لا قد تسمى مزير يا بمغسقان بالنسبه غير الشهيد الغالي تسمى الشهيد الرفيقي في الضرب النضالي الشهيد كمال حساني الشهيد كمال حساني الشهيد موقعنا يتبياش الشهيد الشعب المغربي الشهيد نعرف وني رجال المناضل ديال المواكب انسان خلوق قبل كل شيء وني عاود تسمى يصفتي الزمر تسمى يعني وني من بين النقط ندير شي نشكي بشير مش عايب كمل ربع الوقت كمل حتى لا مال نهائي قادر شنو تسمى قادر شنو تشك في مخ منير يعني دائما قنغزي الحركه التلاميذيه نعرف عثمان دائما القماميه نطلب يعني رغم يعني الانسان مستمر الى غايه تحقيق جميع المطالب وتنشق دائما ما ليست بمطالب ولكن حقوق انسان ابسط حقوق الشباب وابسط حقوق الانسان كي مواثق يتامن حريه حق الانسان الموقعه على المواثيق الدوليه بين قوسين في من خلال السبب حق الاعتقال يسال اعتقال البشير من يرجع ازن خطوات راكش كي دير رغم ان زاد التقديم دا باني راقش بالمسجد ولكني يعني ممكن اذا تعاودي وداني انا ديني ودانا مخني بان تسينشي البشير بن شعيب بغى الاعتقال ينوش مخديسا اعتقالي نوش توطفو زي مزيزة زي المسجد المركز دي قبني بايش زوج الصلاة العشاء رمغاب عفوان زوج رمغاب وطفيق شي زي مزيزة قيمة غضين لياكشين الشباب نغال القرآن مع رجل معتان في انتظار ذي الدن العشاء انزاج العشاء نفو عم نيزني قال نغال شوي ما تيسر من القرآن الكريم ذكر الحكيم نغرى شوي حتى تجوي ذي قاي الجيج نكمل الدن العشاء الزوج نكمل العشاء فغدا الواحد مزيد يوقع تسمى العصابه هذا من نايت صافي يوقع لك اختطاف سجن كتاب اركان كثير عندهم نتا المنايا ولكن خصها تسجن نقطه مهمه ولكن ما غارز الزوج وخصي ورقشي ولكن خصي ورا وسنت بزاف يعني سنت قال وقت منين غاسن عرفتي جلول نقطي دراري المعتصم قال وقتني راه اعتصم يعني شقبر قينات الاستدراج طلب من الزاك سقان رقم التليفون لكن مش مين تقسى ذاك مش مين تهزل شريطة بعد سنين جيت واحد اوكي قولوا انا خمس سنين انا ما خمس جاي مسكين رفضوا الطلب من العرض مني وسيخ ندير راسنا قلنا انا يبغى نفتح شي شو شيخ ظل معتصم فتح الصف وني راس قال طلب من الزاك يا طلب من الزاك يكون بعد قال جيت واحد سن ما لا يوجد شيء قسم من باب الغرور قاش أصل ما لا يمع لا صحيح لا وقال الإنسان يقصد باش تسيان لي أنا عن سوا يعني بسيفة عم مهم يسيد الاعتقالي نو دوني انت صدرند بعد الاعتقالي نو ويت واحد تقلقني الشقة قير حبسات زاد طم الكبرى يعني المأساة المعاناة نعيش القير حبس هو مي وتفوق باش نغ باش نتحشي غادي روحا غادي الاعتقالي نك أندوق أطرف محاكمة بعد السي والخط حبس جرتني مقطعين لا اش واش اش مش فاهم هو ثاني النقطه ديال الارتقاء ديال الحبس قبل الحكم يعني 6 ايام ملي متوطفوا
اوكي لان من بعد الاعتقال نونج يوقع الغضب عاري مع المستوى الشرعي هذا كيبني بوياشي مزال وكيدا نعرف فن الجماهير الشعبيه امواج بشريه استنكار الاعتقال الاختطاف وانت القسري الاعتقال التعسفي في حق البشير خصوصا انا غير ذلك يوقع الغضب يقصح تحكم ديال الجماهير الشعبيه وانا كعان مفهومه واني تيناميه ثاني تمازيغ المهم يوقع الدوله نهج المقاربه القمعيه اكيو ذناينا تعتقل مجموعه وذن يوضع يد الخباب لانه يتعتقلوا جهوما قال مشعيب عبد العظيم ماشي نش الخباب ذا يوضن وشي الاعتقال نشي وذن وفند وفند شي سيو ذاك كنت قلت لي مونزي الحبس انا ينزريض ومير يتعمد الشثنث المهم ناني قاك سينت بجناش شامت الماض كذا ناني قيموذ قيم كلي موذ سوني غدا الداث قاسني الدانا ما دوفيمت قطع من كوميساري المغافر الدار كي رقني رجا طحنا بني وياش بني حليفه وني عيم زعما ما نتش شي مزا حسيما وقام ثفن ورا كذب ورا قاسيه بيض ديال فرح بعد الزا غير حبس حسن وقاري غادي يفت يفتق قاع الضراوي زيد الحمد لله وني من بيني وذاني تسمى قام يعني الاوقات العصيبه وجي الصعبه العصيبه ني سعد البشير مش عايب ديال الحبس وميراكي يوم ني صعب سنين مده 4 سنين قطافيني وكثر 4 سنين و6 ايام 6 ايام الغرام كيتا من عادي من هي وقعوا شفا كريمة فانش قد سنة يتعجي فيها تسير خمان ايا ولكن لا لان ماشي لان نفهم غاك لان انسا ماشي تساوات لان ما هي قولة مقاك اللي غير جيني انسا ماشي تساوات حرصني ولا الهاقة من عنيق لكن تويتاز التاريخ لان دقلنا المواضيع لان عاد غا السورة في ختام الحلقة لان ضروري ما السورقش بعض المصريين لان تويتاز التاريخ تنا الاجيال القادمة يعني باش السمي توقيعن بان الشباب زقامي جانا قاعد نتناظروا ناقص نتزرنا قاعد يعذبون واه وقالوا قال الحراك عاود قال الحراك وانا تيني لا ونترك شي راك حراك ونترك شي راك حراك لا قال الحراك يبسخي جوه ما نظن عاود المهم ما علينا شوف لو غنشوف السيورق شي السيورق دو صافي شوف باش اش نتفاهموا او تما كريمه شوف هو الشمال هي قاضي يمسح الساني تنظنا كاين ولد شي قاقتيل من اجل نش يعني زعما قد شي ذكير لا البشير مش عايب لا يشتكي ولا يراهن على احد قوى الواجب نضالي هادشي مرا يعني يوقع على غير اعتقالي ولا اختطافني وقتل المده مخمه قال المده ني قال والو بالمقابل كاين لي موت هكا من حساني استشهاد هادشي بعد عاد ورينا الوالد ديالنا رزعنا راه غير حبس الروز قام وحشين في كريم مور خمسه الشهداء كير بانك تما يعني شي انا السواريث عاد توضح توضح نتقاسم تجي شي بقى لا باش كاين تعاطف شي نيش لا شي عادي شي ما نقدم الشعب وانيتين ما نقدم القضيه عاد نقدم والو ما ومهما غتنجدي نيجي ومهما البشير بن شعيب اقات اول ليله اقت غير حس ايوا بالنسبه للمساله يا زنيتي البشير بن شعيب عادي جدا لان شوف لان شي نومي راه فوق من هذا مش متفوق المظاهره شوف قلت لك سامحني البشير لحقاش نشوف جي كلام زي كيف يبعيش ومي توتفض شحال راه غاه توتفض راه غاه 29 سنه و10 شهور يعني 30 سنه كل شهرين توتفض نيشان بالكمام والتمام شوف الفلسفه النظام من هذا مش متفوق الدول العالم الثالث الدول المستفيد بيد ماركين الدول الطبيعه قمعيه اش ميتفق منها من طلبش الحقوق الناس عيدك خاسي تقيد غير عقل يعني يوم نزاق خاص القناعة بلي انه نادي في الشهر يتوطف فهمت؟ لا ميت قيد غير حسب غادي تساسد المعادلة اكثر من ذلك تساسد المعادلة من غير بعد الاعتقال يعني الاعتقال السني راه قديم يحسم ذاكس فهمت؟ يعني شنو الاعتقال قال الحركة انا عايشين فبراير نحسم ذاك سيرة ديال الاعتقال فهمت؟ راه من هنا نشاك يخفينا راه كومونسي تناقشوا ما بعد الاعتقال ما الاعتقال ضروري يعني الفلسفة النضال حتى مخنوغ يخصها نساس الابعاد فهمت لان السلطه الطبيعه انا مخزن سنات الاليات التقليديه سنت العلاقه حتى بالامبرياليه حتى نظام يعني مزيان غيواجه المخزن شكرا شكرا بشير ها قال بشير قصد الحبس يسعد داريا ميناس توطفنا يمدو كاريناس من بينهم جلول عبد الحليم البقالي يا يتمتنا نقدر نعاود توطفنا الفتره نيتني البشير قايس عدى الحبسين ولكن دو سيدي ايش كارثه النغمي بعد الكارثه او جريمه بشعه بعد احراق خمسه الشباب يعني ورود الريف
شباب يعني عاد قاسني الله ترند غد الدنيا احرق تما المحرقه اللي كيوقع ندير بالك البشير بن شعيب هذه تسراغي اجن جريمه بشعه وهو اجن احراق اجن شاب مسنارف هذه صغير سرمان يعني غادي يستعد غير سرمان رغم ان تفون دير مويي ورمويي يعني قاديني ودان دير المخزن دير بزاف الحوايج والجريمه اللي نها خاصها ترات شكخبه بان الشاب طحين حاين كيف كان شعورك يا مخت عامل مخت وصف نمز قالوا تشما كريمه الشعور قصعقص يعبر من هذا ولكن فليكن في علم الجميع ان نهارني ميقيس الشهيد محسن فكري شهيد الكرامه شهيد لقمه العيش راه كاينش مضرب عن الطعام راه كاين اليوم الثالث ممني يعني ما يجمناه من نقا من يوقع نيش دغانش راه كاين مضرب عن الطعام من نقا يوقع حادثه غبار كذا المهم قالوا ان شرق مضرب شين يعني الظروف الاعتقال داخل المؤسسه شنو المضايقات شنو الحقوق ينو داخل السجن وميز جا الخبر ني شرق الخبر ني راقي مضرب المهم هذا يعني غير بصح الحارس ما توصفو يعني لو كان شويه متعبر غنا هو يعني وزما تعبر لان لا فعلا حاولت مش القوه التعبيريه ودي مش القوه التعبيريه تعبر تسمى غير الجريمه هي المكرامه هي في حق الشهيد محسن فكري الطريقه هي ثاني تلك الكلمه اللي تحل منايا تسمى وزما تعبر ديك صح المهم شي عندها بغيني طفيل القشعريره ولكني تسمى مين يونش يعني ذا البشير مين يقام بعد يوم الزمان واش يفشل يحتل يفشل لا من اني تسمى رغني بزيرت وكابوت اذا عطيتي حاجه قناص الحراك المرحله الجنينيه للحراك الشعبي بزيرت وكابوت يقضي اثنين البيانات يقضي البيان الشهيد محسن فكري شعر حضرتك السياسه تقتل ديال المغرب لان واش زعما غادي نتحاول هذه المهام هذين يعني الزر تمصن الحقائق قلق حاله معزوله يوقع وجهه ممنهج شرح غد نمشي ما معنى الممنهج وما من يجي الممنهج شكمال هذا من غير دينين من غير خمسه الشهداء عطى شويه من غير وقام ممنهج بطريقه وباخرى ومرا شرح انايا للسني اراد الحراك المرحله الجنيه العاصمه الشهور ومن غير الحراك وكاو دام يا تطورات الحراك يا زير تاريخ يضيج البيان راه خلط ضدك نشد ضد المناشاه ديال الجماهير الشعبيه على مستوى المنطقه نعرف من اجل تخليد ذكرى ال 54 على الرحيل البطل والمجاهد الداهي الثائر في جبهه الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي داعي ضد الجماهير الشعبيه باش ما تخلد الذكريات اني راسل لن نسمح لاحد ان يبخس من تاريخنا العريق وان يقزم من وعينا النضالي قد المناشاه قالوا سيني غامكناش عد برنامج شوف السي ورشي التعذيب يعني اللي واضح المهم التعذيب قديم وينحد تسمى لم يسلم احد يعني زي المناضلين اللي جانا مي كذا ولا يجي ما يفرد بقاه زي التعذيب زي المضايقه زي السلوكات الحاطه زي الكرامه الانسانيه الاحتقار الى غير ذلك المهم زمانيا تسمى الشعور زمان ما عبروا لان همينيا يتسمى الشعور ما راح برغم الشعور هذا مين حاجه هو تسمى من اني ان زادني شيئا زادني اصرارا وعزيمه وكراهيه وحقدا تسمى المسؤولين هنا من هي الشعور هذا نتين ديري بغينا يتمثنا غير كيف بغينا ديري رجال صوت ناصر زبزفي ديتماس دخلنا في رجال الشعور تسمى يعني باش قلنا بان لا للحقره وبان صافي اراده نتين حتى صافي لان صافي دوض وضع صافي الضبط ولد الانفجار في الشباب رمضان بينهم قصري الجلس نشوف ما تكافس كل شيء باش توحد نبي رحم جيق علي فود محمد جلول نبي رحم جيق يعني جميع الشباب بدون استثناء او تمييز شوفوا واش ما كان لا هو يؤذى انا شو غايب لا واش ما تمييز هادو شي بنات تمييز قرص تقول شي لائحه طويله شوفوا لا هي طويله مازال تبقى المشاعر لي بان الشعور لي راه انطلق في تلك كما قال لحظه اللي تولي الشعور لغه الشعور يجيني سقسي ديك الشعور بعد الفاجعه يعني يعني شعور ينوك لي سي هذا الشيء اما الشعور ينوك ظهور بروز الحركه ونتين ودي تمخر الحركه ونتين في المجتمع العريف وني الشعور واخا هو اللي قصعف تعبر ولكن وصف سير ديال اليوميات ينوك الحبس يعني الشعور اكثر من رائع الشعور هو انه تسمى جلال الدين بشير بن شعيب يعني بعد الاعتقالات التي طالت
يعني النشطاء الحركه اللي عايشين فيه برايا، وبعد اخماد الشعله الحركه اللي عايشين فيها برايا على المستوى الوطني، حتى الحصار ما يوقع عند على المستوى اللي هو ايش نعرف، يعني يوقع الركود الجمود على مستوى الشارع، حتى ما يقول انه ولا تعريض واخا يروحني على تعريض دمية قصائد نضاليه مقالات بيانات، ولكن تجيبوا الانكباب وتجيبوا التفرغ يعني من طرف وذان الشباب دمية غتقن سرايين بزاف، لا 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 انفي انه راه ديني وذان توكابان كذا، ولكن معدودين على رؤوس الاصابع، ولكن هما يديروا الحركه ونتين الزخه ما ونتين، لان الحركه باش نسيو شويه نوضح النقطه ما يسمحهاي، الحركه ونتين ما هو الا امتداد على مغلق جيني، امتداد الحركه اللي عايشين فيها فبراير، ذمه الحركه اللي عايشين فيها فبراير، لولا الحركه اللي عايشين فيها تيريشيو عايشين فيها فبراير ما تجيش حركه التلاميذ ينعوضوا من تيريشيو، ما السلسله. ولكن الحركه ونتين مخ النيف تراكمات الحقره يوقع كاريف بزاف، تراكمات الحقره الاقتصاد والو كاريف، بمجرد كاوروبا كالازمه ماشي الاقتصاد ما مرتبطه كاوروبا، شي خدمه كاين مثلا جا اوروبا تسند منها هنا خدامه كيسند، بمجرد جروبا غينيج المعادله الجاليه ليها هو انه من تغياوي في الشلين، فهمت يعني يوقع يعني مانين راسين تاثير الواقع مباشر داخل الاقتصاد، لانه غير الاقتصاد ماشي عندنا محل دوله ديال الاقتصاد بقدر ما الاقتصاد انه مرتبط باوروبا، يوقع التراكم يعني على مستوى الازمه الاقتصاديه اللي عارف، يوقع التراكم الحقره طريقه مزيان محسن فكري القطره اللطيفه ذات الكاس سقزد يتسمى يعني الضغط يولد الانفجار، تقزم ديال الجماهير الشعبيه، والجماهير الشعبيه تندو فين الارضيه خصبه، الارضيه خصبه من خلال يتسمى الوسائل التكنولوجيا الحديثه اللي جا اللايفات كذا كيعجبها الحال بزاف الزخمه ونيتي كيعجبها بزاف، نشمع عليا الا يريغ بالمرصاد لان راه تراجع وصفر الحراك نشوف كثير بمثابه الروح الذي عاد الى الجسد، بلا روح الى الحركه وانا عارف اعاد الي الروح والامل، لا يعني انه رقيت تسمى فشر تسمى وضيق قاع، ولكني للاسف انا بنادم تسمى توالي اللي تعيش نوع من الركود صحيح اوكي بغض الوغ ما ليش السؤال غير باش نحرك لا لا صحيح فهمتي، لان صراحه بان الحراك يعني رجل سلمي رجل شباب يعني حافظ حتى في الممتلكات من الدوله سي خفيف باش تسمى الوعي والثقافه ما غاتجي الشعب الريفي بان عمر سي مريجا عنيف عما سي مريجا تسمى دائما مخ الصوره اللي داسو شين بان نشي كذا 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 كذا، بالعكس اثبتوا بسلميتهم فعلا النقطه اللي واش كريمه اكيد فعلا النقطه اللي يعني هي سلميه يعني غريفه يعني الاشكال الحضاريه الراقيه، ثاني تنقدر نسمى ثقافه الاحتجاج، ثقافه الاحتجاج نكسبيت نكسبيت يعني زي الاخطاء، يعني الحركه ونتي يسحب على الاخطاء وقع ديال الحركه يعني في فبراير تمام، الحركه ما وقع عندك شي اخطاء ديس الحركه نضل دي صحح، يعني الثقافه الاحتجاج ماشي نقال شي نقال لسنا بمنأى عن العالم، شنو نتواكب التحولات المجتمعيه يعني جاك العالم على المستوى النضالي على المستوى اي حاجه، بالتالي هني الثقافه الاحتجاج الوعي النضالي يتجلى عاود كاين حاجه. تحياتي تحياتي. القراءه اللي في التعامل الدولي بالحركات الاحتجاجيه كي توقع عندك كيعرف بالخصوص المغرب ملي كبر قزار بروقا قريصوني اللي قرا دينا ما قد يعني ربما تضمن حتى شي نجم زي المغربي الضماني كيعرف يعني دائما غاس المشكله ولكن بان اما الاعتقالات اما ديني اما ديني اما ديني يعني القراءه وتشما كريمه شوف نشنين مرا نتقتاد اسمه لي محمد مولاي محمد محمد بن عبد الكريم الخطابي مولاي محمد محمد عبد الكريم الخطابي بعدا تيب علي وهانو شي ناس قزمت هزو ثار تما يعني الشغل الزون قز من المصاري النضالي كيما هو ميداني رحاب هزو ثار مثلا المجاهد ولا غير ذلك، مولاي محمد ديج الموسوعه ديج الفيلسوف رجل سياسات بامتياز يعني صاحب افكار صاحب مشروع سياسي، مولاي محمد الزيمسراغي ثوره فكريه من اجل تحرير المغرب الكبير او ما يسمى بموريتانيا انذاك مالي تونس الجزائر المغرب الى غير ذلك، ومقاوا يوهان وسين كاين الرده حرب الريف كاين الرده داخل افكار مولاي محمد يوهان لغه الانظمه الدوليه انظمه التبعيه كمعاهده اكسليمان الى غير ذلك. من السوار النقطه اللي دايني دوت ما باش نجاوبها السوار مولاي محمد يتبنى الانسانيه جمعاء العالم كمال يلقاك اينما وجد الظلم اقيت به المرصاد وتجي شي قاسيه وينسيها وينسيها يعني غير مثلا هو خامر وكان بدن شي رغم مثلا سميت السواخ نور الدين العواج سميت السواخ الريسوني
مستوى عمر راضي، مستوى شي معتقل سياسي جاي من منطقه النظم، شنو المبادئ النضال، مبادئ النضال تحثنا كيزن نبدو واخو وتجي شي بالضروره ديري بدا كي انا غنقول لك انا بتشي لان شي تبدلنا الانسانيه قنا ضد الظلم اينما وجد شي ما يميت الظلم في مستنكار كي بورما كي ماني ما ولكن الاولويات مش يعرف الاولويه يعرف لان غارف دم زكارو قادر ينتجا عارف يخضع للاضطهاد بزاف يخضع للغزوات بزاف يخضع للحقرة بزاف دين مجموعه من السياسات تونهج يعني تستهدف المنطقه عارف ونبدا زياري ولكن لا يعني انه هو القاطعه اكحد يعني اذا يثمثنا زي المنبر ولكن طلب الحريه اما كنت طلب الحريه هي يثمثنا غير ناصيف بزاف جلول محمد لوح مجيق المنير من عبد الله المعتقل ينظم كيف كيف يعني لا نفرق بين احد جيشي قضمنا انا كاين هو بقدر ما رأناه بقدر ما انهم الاثنين الضحايا من السياسات شين غنغدا بزاف ديال ودان بزاف ديال ودان سامح حقيقه طول شي حاجه لا 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 خذ راحتك مش نهار عينك وشي راك في شي كتسيول بالراحه يعني طبعا انا بزاف ديال وانا كريمه النا نشوف شنو للاسف نتوارى الاغلبيه والجماهير الشعبيه على المستوى الوطني ينساقون اكل المخزن مثلا ينوني طحن يتبلاص يثمن يعني كل ما يورج كل ما يروج من طرف الدوله مثلا نقد دي المطالب دير بعض يكتفي دور المتفرج ولكن رغم ذلك يني تفت الاغلبيه الزاك انت فديج المنتوج ديج المنتوج الصناعي الدوله هذه في كم غرز انت حصص حصص يعني الابعاد الفكريه البعد الفكري حصص الحصص الصناعي يتفكى امغياز انت عن طريق مجموعه من السياسات الاستحمار الاميه الفوارق الاجتماعيه السياسه التلميعيه من خلال الصحافه الصفراء الى غير ذلك والمهم نتقاضاش نقول لك يلا شكرا البشير نقصد مستبعد الاحداث تزريد كرشي من يوقعا واظن ماشي اظن يعني 100% وصلتك المراه المراه قبل 8 مارس ومتريد بان صامغه طفو الكم مني الهائله مخزن شي المنطقه ناريف منطقه محافظه منطقه يعني تولي صامغه تقصح وخاصه بمزور يعني جن يعني جن مخص القاشين جنوفو بصوت عالي يعني أمخفق الدراري بصوت عالي تفوت مغافرة ممكن أنا أخذ شو الشيء الكلمة جي نقطة ثانيتين بالنسبة للمرأة كالحراك نغي المرأة وش ما كلمة أمغاف نعرف مش سوى النضال نتقدم أمغاف نعرف ليس بوليد اللحظة يمكن 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 يختلف دوراك الطريقة مثلها لان يعني انا شي نعم توكاب يعني التحولات المجتمعيه تمام اما بالنسبه الى مغاث نعرف مغاث نعرف رجال السند يتم يواكز ريفي المجاهد الابطال ريفيين اغزيت اغزيت كي جميع المحطات النضاليه كي سميت دوار 23 عام واش متاكي الحرب يعني الريفه اغو اسبانيو سميت دوار قبل قبل يعني المحطة التاريخية قبل لأن التاريخ نعرفه جماعة تنقزم بيج المحطة محمد بن عبد الكريم الخطابي وها تنفتخر زاد نعتزو بها ولكن دين محطة قبل دين غزوات الدور تاع إمارات النكور الدور بزاف المهم التاريخ عريق يصغر وبالتالي نبقى نعرف أنا تجي متواجدة أنا تجي متواجدة مواكبة مواظبة مجاهدة شاء من شاء وكريم من كريم تمام يمكن أمس قالوا تجي المظاهرات أمس قالوا يمكن يقصح كثار حال يقصح كثار رات فورس الناجات سي غاسا قاطس الدراس دا خفيف السجاز وبزاف التراين ديما تاكد انايا وثق التاريخ يعني كتابه والتاريخ يتعاود في نس يعني اذا ما نعرف ليس من ديالوخ ليس بوليد اللحظه بقدر ما انها تكمل في المسار انت الاجداد ذا الناس غا دور الصحافه الصحافه الرسميه بدون نسير شيخ الصحافه اللي هي الصفراء بمنايلي قال وقت اللي نسول دوك ندوي حتى 20 فبراير الصحافه واش تفيد بان ذو شهر وقتين لان قحيرك الريف تحيغ المنابر الاعلاميه الضيفات البناءه يردي الصواضن الاحداث يعني لحظه بلحظه سواء الضيفات اللي تقدم ناصر قبل ما يتعتقل بعد الاعتقالات ودنا قيمه نستمر نقول اللايفات البناءه قي الصواضن المعاناه الجماهير الشعبية قل لحظة مني ومتقن انطلاقة الأولى للحراك شك من القراءة زرد الصحافة شوف الصحافة يعني قسم إلى قسمان الصحافة المخزنية ما كان الله صفراء الأول أبواق مخزنية
إيه جالتني سألتني صريح، اسمه صريح العبارة، وبعبارة يعني بعبارة صريحة، بصريح العبارة، هو أن الصحافة شأنها شأن الأحزاب السياسية، تخدم وفق أجندة مسطرة مقيدة محددة من طرف الدولة. نقول الله ما تكسب الإيد على القانون، باش أنا اللي واضحين قبل دوار القاموش، دوار الحركة اللي عايشين فبراير، بقى مشكل بنيوي، مشكل بنيوي للسياسة. قد الدولة تصطاد مجموعة من القوانين خصها يعني الدولة يسودها التحكم، زي جهات عليا يتنادى الواجهة، الواجهة يتغنى الديمقراطية، يتغنوا ناس الديمقراطية، ولكن في أرض الواقع، في أرض الواقع تحكم التعليمات. نغم السي ولد نور الموضوع عن الصحافة، إن صحافة مخزنية أرقت ضد المطالب العادلة والمشروعة، أقت ترواج ثمان طبال من يعني من تقاد الدولة، من خلال مثلا تش صورة مغيرة، لأن الدولة في الموقعين تحاول جاهدة أن تطمس المعالم الحراك، استوش الصورة مغايرة الحراك، نعرف استوش الصورة يعني باش يعني من أجل سياسة فريق تسود، ومن أجل بزاف نقاش مغاونتين بزاف بزاف. الدولة حتى الرجوعين صغار إفريقيا، الرجوعين صغار إفريقيا مشروع إمبريالي بامتياز ونيتين، وميدوسا الحراك سمطالب أثينا يقاس شوي نبلبلة، لأن مغا، لأن كيف يعقل، كيف يعقل شك تقاطقنش غاي دور ريادي نش قوة إقليمية يعني نشي غاي السوان اسمه الشؤون إفريقيا، دار إفريقيا الجنة شقاكي وبان زون سبيتال زون جامعات فون أمواج بشرية، كيف يعقل؟ وبالتالي مشروع هو إمبريالي راه خدمت انت والمجهر نسند إفريقيا. راه المهم عشان نور الموضوع، نور الموضوع لأنه هو الموضوع نظن. المهم المهم راه عري الحراك نعرف انا الشيء اسمه اني عرض الحائط، وبالتالي ثانيتي نراجع الاوراق، لان بيجي الوقت معين الدولار تلقى حراك اجتماعي على الطاش ودينا لبسه ما هو سياسي، لان شي هي القراءه يا وتغي ما وجهه نظري نور الله اعلم. المهم شي نقاس الملف المطلوب، يقاس ملف حقوقي، الحق في التشغيل، الحق في الصحه، الحق في كذا، الحق في كذا، اوتوماتيكمون يعني تما قالوا خي يمكن دوزي الموضوع او تما كريمه ياك معليش. لا لا ماشي هذا، ماشي تفضل الموضوع لك احمد يعني الاسئله غريبه. معليش يا كريم. المهم بالنسبه للصحافه، ديال الصحافه المستقله يظهر غاس التليفون يتسوى، غاس التليفون يتسوى يتوثق الحدث، يعني شنو الصحافه؟ الصحافه شنو يسوى الاخلاق المهنيه للصحافه؟ وتجي نقاص لك كم داكينو، نقاص كثير الحق، التزم الحياد، التزم الحياد، النزاهه، وكيتكشنش وتصفقشنش باش هما غادي يوثق الحق كاكيس نيشان، وثق الحقائق موجهه لين الحقيقه، ايه الدور المانوت زك قلت شيء لا اقل ولا اكثر، والزغ والمزايدات ولا شي حاجه ولكن دين الصحافه، سامحيني الصحافه نظن اللي هي ولاد الشعب، المواقع الالكترونيه اللي جانا كنيو ولا ثني غيرو كنيو قاقشكم ليها، ولكن جان داخذ عني المضايقه، داك الشيء اللي خذ عني الاعتقال، وزمان يعني هو السيستم من غير تحياتي. قال لي اعتقال سيخ فين سومي تردومي ومن صغير اللي غير تفضل تخفى مخ، لكن بان يرجع غير من الحراك سلمي إذا توقعت أن رمخت النوانيتين، رغم أن السن بأن أنت ولو زي الدراري الشباب بأن فقند طلب من الحقوق سن وش إذا شكلت جد متوقع باللي أسني وقع لي اعتقال الطريقة يا ثانيتين ناصر الدراري مخت رقفات متوقعة أنه ممكن تعرض لاعتقال، رغم أن رجت سلمية لمدة 7 شهور، يعني دائما قل عادة قل احتجاجات يعني لنا يومين تيجان سيمانة بقع مرة عذرنا شهرين دائما خلص توقع مثلا 20 فبراير الجمعة، ولكن الحراك جيت مدة 7 شهور يعني ممكن هذا يوضح الثاني غير وضحها ان شاء الله قدر المستطاع. شنو هي التحليل؟ اجتماع غزير حبس عن كذب، وخير دليل هنا اللي تعيط خبانا يا رجي الموقع التصدي الدوله تحولت من الحقائق دي فلوس الحين ماشي نغش قطع خيل الاخوان يسمعني كنت كند شن شي الميساج ديال الميسنجر زعما غير الاسئله ما غادي نشيل الاسئله ممكن نتسكن داين تنقي داك لا باج اي تما جان تقنيا نقدر السؤال ما غاديش نسؤال لانه زعما غير الاسئله داك التليفون غير ميسنجر لان تقرض التليفون. معليش سمح يا بشير، معليش من الزغا ديني والاخا وتشما كريمه هو نشرت بعض عن كثب، خير دليل هو انه لا توكافغ تاريخ درقي الموقع تصدي مجموعه من السياسات
بروباغندا ماركان الدعايات الاشاعات بلاد نهج الدوله ضد الحراك ضد المناضلين الشرفاء باش خصنا نروجي الصوره مغايره باش ندوشي الصوره مغايره تما سي فاز الحراك مش كبشير مش عابر تحاول تحرم انا اني كتنوير للراي العام سواء على المستوى المحلي الوطني الدولي اسنو شو انساس امام الصوره قام ينتقاد الدوله تجيبهم من كسر الغبار قاق الحقيقه قاق الحراك. اما بالنسبه من تقار مخرج جيهم شواش تواريغ يعني شنو غير الدوله غتنهج في اخر المطاف مقاربه قمعيه سنغ الثانيتين لا تسمى في تجي عاد النقاش لان سنغ الطبيعه الدوله هي ثانيتين سنغ زيد حكام الصارع الى غير ذلك نشاز الدراغ النقط الدوله تعنت الدوله الحراكه ونيتين رغم سلميته ورغم حضارته ورغم ابداعه ورغم الدوله سنو غير كيسنج تقال المقاربه القمعيه المنطق القوه وزعما يعني تحتكم المنطق العقل الحكمه ما غا متفق ديال الحكمه ديال العمق واخا سفيند يعني الحكمه يعني الماكره مش حتى التعبير الناس يخدم الاجنده ينتاس الاستمراريه الدوله مين دكا الدوله سكا ديال مشروعين الامبريالي افريقيا غاسو يعني الدوله تطبق ما يمليه المستعمر بالحرف الواحد سكا ديال المطالب الاجتماعيه ديال النقاط بطريقه حضاريه لوفا الضرب هذه لوفا مرض يعني مرض الجيش ولا اعتقل شيء تشد الضربه ديال المشروع تقصد المشروع اللي عرض الحائط مشروع الامبريالي افريقيا قال تحت الشان غاسطا الميزانيه الدينية مرا يعني مرا استجبس ما نستاش في المطالب نيزو الحراك المطالب باثينا نستاقي من المطلوبي أزدوان الجماهير الشعبية على المستوى مجموعة من المناطق اللي يمو مما شغى معرف نخطأ أدوان اثنين إذن وانتين من قامنايا أوتوماتيك من قال إيجاز خل المؤسسات مثل أتفيني جن حاجة قانص برلمان الشريع أتفيني ويون يزدو نشين حاجة دي هو الشريع أقام مصفكات دولة سنفهم وانتين ياك إذا ضنقيت وزنين ضنقيت وزنين مرة اعترف زك كمطالب اجتماعيه اعترف زك انك مطالب اجتماعيه وخلق معيش يمكنك يتفوني وهذا الجماهير الشعبيه اكيد تفون اكينين قواس ما بقاش كمطالب اذا خصك تجي الصوره مغيره ويتغي من التحليل والراي الشخصي ينا شي قال سنيتن لين عداوه تاريخيه المنطقه نعرف دين السياسات يعني تنهج المنطقه نعرف يعني المنطقه نعرف السن التوتر راه ديال 58 أقل مركزية وعاد روحي تجا قائم في حد ذاته لأن الطبيعة الصراع وش مكارمة وش مكارمة الطبيعة الصراع الغانغا كي سناكينا مين تعنى الطبيعة الصراع عند السواق المنطقة ناري الطبيعة الصراع هو أننا غنشنين إريفيين نرفض المستعمر نرفضيه مثلين هنا احنا تحنا كيس حتى احنا كيس دي معاهدة كسليبان السوار دا كيس مولاي محمد زي ميسرائي قاسمي تكلمية قال المستعمر وذنبو وذنبو الاستقلال حتى إجلاء اخر جندي من المستعمر قال المستعمر يفس القوه اللي فصل القوه مولاي محمد دي ثوره فكريه يسنك هذه فدائيين المقاومه كاع الدول كيما مالي الجزائر المغرب تونس الى وقت فرنسا مي كذا ضعيف نهجين دبلوماسيه راح لا زود يعني المساومين زي الدول هنا كاع كيسن يجن لقاء تواصلي ديال المساومه هنا غاتحن مولاي محمد قاسم تكم قد تاريخ التسجيل تحمل المسؤوليه الى غير ذلك غير الرده سوما بطحا وروح حاليا هنا طبيعة الصراع عندنا جمعنا كيسن هو أننا نشي نرفض المستعمر طبيعة وريفي السيكولوجيا وريفي أكبر مولاي محمد زي الغزوات الدول الإسكندنافية خارفين غير ذلك نرفض المستعمر ينحتضن المستعمر يجيثن دانيتين أقعد روخ طباق المنقاء الحرف الواحد وبالنسبة باش هذا غنوش المشاريع نزوك يعني ما يعني دانيتين نتساءل شين كذا أول منطقة كمثقفون ما غايو لنا وقينا لا غنوش المطالب انا من المطالب هنا اللي خصنا ندير تفكير ندخل الحراك ميمي لان هنا نشنين المشكل العائق نشنين العائق في طريق الامبرياليه المستعمر شي مرة نقيم ذا السيكولوجيا وريفي وحمر شي المستعمر غاز ذا المصالح يعني ما راهي كان غدا نتين دولة حقانا نوفر الحياة كريمة خلقنا فرص الشغل ديالنا بديل اقتصادي يعني مشغل ضمن الاستقرار ماشي الاستقرار نو اذ احراج لينا اين اثنين والله مصالح المستعمر اقا ميزي يتاكي على نصف المنطقه غادا
وقيلا شن سرديد البشير وقيلا شن خلل تقني أي سمعتنا عبر القضاء أنا ركلي عبر القضاء ثم عبر القضاء أظن أن البشير راح سرديد البشير آه إلا سريان 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 دكتورين حقاش زريق تسمعني يعني تتبدل نشني غاسة تغش من حاجة تقنية يعني مش من حاجة كمل عاد غاش من غاسة كمل خل نقطة يعني غنضو غنقطة نغني بالنسبة لسي واش فيه خلف الفلسفة النضال فلسفة النضال شميس تواخ الجماهير الشعبية عاد سهلا نحلل بعام سلايين خير لما نخصت ما رغى تجال وقت لا ماشي مشكل غير بمية باختصار وصافي بيجيك المقتضب مقتضب نستور داخل المناضل دور المناضل باش نشرح شوي وذا انا ميا كيس نقاس باش كنت المناضل الفلسفة النضال لا يقرر يوجه يتوجه مير مطلوبيت قلنا الجماهير ما خذوا قاع ديال الحيره قلت الجماهير الشعبيه نسيتي القاعده سيدي شي زوج الناس المناضلين المناضلين هذا وجه اقترح اتفقت الجماهير الشعبيه الاجماع ياك مي اتفقت الاجماع دور المناضل من يعلم دور ينس المناضل هو يكمن يا سناف هو الياس زوج طريقه نضاليه ياك متطابقه متوافقه اك الطبيعه المطالب اقا دور المناضل وهما انا يعني غنشني نسكر فيه انا رايتين وتحياتي تلميرتا وتشبح انه ما لديش السؤال تفضل تحياتي قد قسيه قوانين قسيه قوانين مستوى خل المناضل خل حق خل صرخه البشير ربما السؤال يعني يسد راح نطرح بعض بعض الناس مثلا ربع الناس مثلا راح نطرح بزاف من خلال روح النظام دوينتين الحراك مخزرات كلمينك قصر خاني النصر لا نسوى نصر الزفزافي البشير بن شعيب كلمة في حقي نصر الزفزافي المناضل شريف نزيه غاص الحرقة غاص الغراق المنطقة غاص الغراق الوطني كمل مش قاسم سميخ في الضرام زير حبس سميخ في الأسد يعني إجابه فغاد استنكى الحقرة استنكار جريمة الشنعاء في حق محسن فكري الشهداء يعني يواقي الطريق الصحيح سمز زمان هي قام يقول مني غيجيني نصان تاغوز ما تنلوم كي شي حاجه مختوري ان شاء الله اعلم لي ان الجماهير الشعبيه يقرروا الامير المطلقين وغير من هذا يعني زمان هي والدوله يثق شوف قضربوا النضال ضرب طويل ومرن اي حركه احتجاجيه تعرف المد والجزر يعني نصايح يا نصايح يا خس إيه من خس ولكن شي لا نراهن على احد شي اميج استرشيتش تات كماريها حلقة تكماري الحلقة كوري الجنزي الموقع ينس هذيك الدور المانوت الزاكس الجنس الساغيش الإعلامي كذا كذا لأن يعني شنين نش نصا نغنش نغجلول نغشينيج وغانا من غني واحد نمر الجماهير الشعبية ولو غانا من غني وبالتالي يعني الفضل يعود إلى الجميع يعرف يكمر نصا يتغيمات الشام يتغيما يسجلي في التاريخ التاريخ زي الباب الواسع سمات يعني انت وانت شي ومثلا الهرم جلو العود انت يعني المعتقل داخل الحرم جميع من سوا فينا سوا جميع وكلشي يعني بدون تمييز المعتقلين كلشي سن المناضلين كلشي سن بدون تمييز تمام ما صار هو مثلا يقيم يتقاتل الى ما لا نهايه يعني يواجه واش تدور الارشيف فينا سوفي في المستوى مليح تمام مليح مليح يستوى مليح ما لاني نقصح يقصح لان شمي تيدير وسط الجماهير الشعبيه تيري الضغط تيري كذا كوليج تيري يعني يجي الخليط يجي المزيجي وذا الكوليج يعني دين اختلاف الايديولوجيات دين اختلاف الايديولوجيات دين جميع المكونات المجتمع ناري في حضان جميع الشرائح الفئات العمريه كوليج المخيط كوليج كذا راه جا الضغط ولكن رغم ذلك يعني مليح يعني بخير تحية عارف النوع مليح عارف النوع عماس يجي المحطه ويخذي عارف النوع مليح غير هو يخسى نشجع ثيويا فهمت؟ طبعا قسية قوانين في اخر المطاف في اخر المطاف نتغيما غانا قواسم مشتركه غانا القضيه شي مره نقاق القضيه فوق كل اعتبار يخسى نعبر خمانا يعني من خلال الممارسه يعني خسى ضي لاقي الممارسه شي قاق القضيه فوق كل اعتبار وكارو صباح انت وكايا ويا يعني من مريا قال خطا اخسنا هو لا ما لا ما يجي شي ما لا يشرف لا اقصد احد ولا كذا باش نشمره فيما يبقى تحتين ورا
تسمى انت يعني مانايا تشري شي الرصيد النضالي نعرف عارف عارف يمغى عارف يمغى قال محمد مزيان قلنا له يقدم تضحيات قال محمد بن عبد الكريم الخطابي قال قبرينات كلشي زير عاه هو والدك صالح ما راه خصها نحافظ الرصيد النضالي وانت عارف المدرسه والتحرر والانعتاق وبالتالي نحافظ القيم القيم المبادئ فهمت لا ما راه يحافظ مانايا كون على يقين راضي يوضو من الزوشي شنين قاشي نقال قيس الصراع اكيش نقلان دايزر اكيش الالة غاس ويتي تعاونن غاس تحالفات غاس خدم المصالح الامبريالية نظام تبعي بجيشي فما يعني خاضي علي ديكتاتورية معينة فما وبالتالي وانا هنا يقساح عند وجه مش ما راوش نزمع وجيشي هذيني دي ولا فوق قدم دوالو قد قدوال قصد قدرت تضحياتينو انا فوز كفوز أن أتفادى كل ما من شأنه هذه الدغة التفرقة كل ما من شأنه هذه الدغة التشتيت لأن أوتوماتيك لأن أوتوماتيك مرة نحافظ في الحركة أوتوماتيك نتحافظ يعني في المستقبل النضال في المنطقة نتحافظ في المحطة نتحافظ في النضال الأجيال الناشئة ديتارين ولكن ما نعجز الإجهاز سوزنا لأن الدولة تحاول جاهدة يعني استخدم جميع المكائد الدسائس من اجل استوش الصوره تاع حفاندة نسف دكابا ما انا يعني ياتي القوه الحراك ولكن شي نسوفو سنغط نو غنبقى الدوله وزما تنغ الفكره ولكن سوفو سنغط شمين توكايا ويا نجم خويا ويا راس مانايا يخصو ديري شي مانايا انا يريد دوما تنسكو شي ذنا ما راه نمشي الخطا لا ما يتجاوز ما راه نمشي الخطا ونصحح شي يعني ودي شي الدكا تاكو توماس نناقش الطابله جرام تخفيف اقيل واخا نناقش ومن بعد نناقش الطابله تشوي تاخذ رقصين سنناقش الطابله تسر رقصين سوف نناقش الطابله في الاطار السؤال سي خفينس خدرالين الحراك البشير بن شعيب كاقدم معتقل مؤخرا الى تفندخت الدراري تو اعتقل الحراك زيد دراري الحراك لقيت اعتقل المخرج التعامل هناك من بين كان حسن بربال بوستاتي دراين مهم الحراك بدون شوف شوف وخا نسمع معتقلين معتقلين الحراك توافد نتخي بزاف لانه كما على ما اظن يعني شحال يوقع المعتقلين دوز شوارف وشي حاجه 600 ما شحال معتقل وقيله ارفق يعني معتقل وشي حاجه 600 ما 500 الاغلبيه كاين 60 شي 50 اللي راحنا عكاش وني راحنا عكاش سي 50 يعني توافد نتخيل هنا الحبس الحسين ما مساقها كيسن يعني مساقها المغربيه مديني وبالتالي مانا يا حباده حباده ولكن معليش حباده تبغى خصي شي ولكن سيو نخسنتني لانه شين الشهادات المعتقلين مش غير الواجب لا اقل ولا اكثر يعني غير الواجب لان الدراري اللي توعتقل لهم يدوز فن راه كنقول مظاهره سبع شهور السلميه كذا قال مليح يعني بعد الاصطدام ديوسين من طرف الدوله لان الحراك يعني لا نختلف الحراك رجع حريصا كل الحرص يعني من اجل تفادي الاصطدام ولكن الدوله تعمد الاصطدام هو دراني من السلميه كذا وقالوا يعني بين عشيه وضحاها تحول اسمها اني الاعتقالات الاختطافات تعذيب جسدي نفسي مثلي صاحب يعني طيله مده الاعتقال من يعني من قبيله ولا اسبانيول من قبيله التعذيب الجسدي والنفسي لغير ذلك وزفند الأغلب هي منهارين نفسياً طبعا ولكن نشزيد دورينه وزيد دورينه وزيد موقعينه قسم راكيس تجريبا لاعتقال السياسي حاولوا ما أمكن أصنع فعزي المعنويات إنه قاس قلاب حم رغم كيد الكائدين رغم اسمه ما هو حاصل قلاب حم قاو خلاقشكم دا أعتقلشكم تقانسين غاس المشكل وغنوغن لكم حاولوا ما أمكن قسم راكيس من القصائدين والشعرية الهادفة لكس التحفيز لكس المعنويات وفي نفس الوقت اسم لا انكر ما ديني وانا اسم غني خمانيني ولكن لا انكر انه واش مكيس السوار واش يخفينو لا مكيم السوار روغا واش ما كريماكش ياك السوار راكب باش قاف انه يتخين طبعا يعني اسم مكيس السوار استام دير دزاكس القوه تيش غاس القوه في نفس الوقت استام دير القوه يخفي يعني ما لاني اخذ ورد متبادل عيط والله ما لاني زي الحراك كياريف زي معاناة ناريف إذا تبدو نقد الخبار نقد يمكن في أوروبا المسيرات تحيّر سنتين رغم كل شيء تحيّر سنتين الجماهير من دانيتين
يقوان اوروبا تكمر تحيي خني الجيج ايش تيشت يعني راه مجهود جبار احيي خني ديجي راه مني من داخل وخارج لا حنيش رجل تحيي خني رانيش تحيي خني مش قاصر ولا انا شقيداني تاع سوري لا تبقى ممكن في مفرط تنظم رخبه مثلا في المسيرات وفي نفس الوقت راه ديال الندوات وفن دين الدخول البرلمان الاوروبي في بروكسل دين مسيره في هولندا في فرنسا في اسبانيا في جميع الدول الاوروبيه ارترجوني يعني الى طوض هذه المجهوده ديال كنايت مثلا غادي نتين في اوروبا مخرج استقبال تشك البشير بن شعيب اللي قرا اين يا يسمك ثاني امي قايب السيف من غادي تاول ما عندي قايب السيف المجهوده قايب ما في يعني سوي ما باش تفني واضح شوف المجهودات الجباره بين ايت مثلا الجاليه بين جروبا ايت سماو مهما عبروز ما عبروز مجهود جبار انت من واكب ديشي باش يسيو المنظمات المنتظم الدولي غادي يسيو الحراك نعرف اخسي السيور اخسي يوم رايتس واتش امنيستي مجموعه يعني المجتمع المدني ديال اوروبا باش هذيك تسر الحراك نعرف فيه نبوع الدولي بعد رسمي دولي كنت يجي يوسي زي الفرا يوسي دعا المجهودات جبارة قيل انت يثبت مالي جروبا وغانش انت قيل السيو اللي انما انا قاعد بثنا جروبا وكان هو الفارقة اسمي قاعد فيه نسمونا كل شيء تمام قاعد بثنا جروبا ايه ماذا قاعدين انت سيغ فنس نقازن العائلة نس نغازن عوان نس نغازن الوالدين وبالتالي تحيي خصنا سوطس نش يعني سو ثمت وثان دمياغ اسمتنا الغجالية ديني تحيي خصنا بزاف 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 المجهودات الجباره من خلال من برا وين كيفاش تكتب شي حاجه لاج نقطه مهمه لان سكار البرلمان الاوروبي ولكن توغيش المؤسسه هي جات تسمى دعم العائلات المعتقلين وهي مؤسسات اس او ار من برا وين تحيي وما تقولش معها مغنوش ديني جام كلشي ديال المكتب يعني عياش فاجن كيجن عمل جبار يعني ماشي من فريق لكن الى بقى الصنغ من الجهه الصنغ من يوقع انه الصنغ بان لدينا جن الدعم جن العمل يقوم بزاف جن عمل يعني رائع جدا المهم تحياتني اني شكو تواليد واي بو ماتاي تحد ولكن شو زمر مر مرور الكرامات تسعير الاتحاد الاوروبي تسعير ليها وخدتوش المؤسسه لدعم العائلات واو سير شي الاسماء المسميات ولكن سمونا بصفه عامه يعني الجاليه ني قدمنيش نسمى غينيش الواجب وقدمنيش نجم مجهودي مغا تجاه الحراك باش هذا هو الحراك ما يوقع مغا مني غير تجيني يعني كوريجين الموقع عيسي كاع من خص شيني وذا بانيتين احنا الحابس احنا كذا وناصي راح الحابس ولا راح الحابس قدمني الحان الغالي والنفيس يا يعني نجم جروب عاود يجي شي زي الحق نسال بالدنسي وضمن الحراك العالميه تمام المنتظم الدولي يعني باش خص زياد باش هذه التقارير يعني ذاك سند يعني ذاك المعطيات الحيثيات الحذافير الناس قصاح غارة ذي المجهود جبار مش مثلا بمجرد مثلا دير حبس غاز تقرير المنظمة يوم رايتس وارتس نيون امنيستي شي حاجة مين تقاس نغير هذه الخدمة ديك عامين ما لا يخدم انت يثبتنا لارتيست تقني جروبا ذاك سن يا غزان تمغارين ذاك سن كلشي يعني العنصر الذكوري والعنصر النسوي وتحيي خصنا نصوت تصل مجهودات انسان وما من يعذر خسكوش ينقى من يقيسكوش ما هو إلا بداية المشوار إلا بداية المسار لأن طريق النضال ضرب النضال درب طويل وشاق جدا وعاد ترجع المزيد من تضافر الجهود باش أنا وضع المبتغى اللي هو في نظري نستور من داخل حركة فبراير هو تشييد وطني يتسع للجميع وطن تسوده الحرية والكرامة والعدل الاجتماعية أنحار الاستبداد للفساد السياسي أنحقق حياة كريمة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تشير سواء خصوصاً أنا نصف عارف على جميع المستويات لأن غارف حقاً يقدم تضحية جسام قدمت أجدادنا وعاد نتقدم وضروري خصا نكمل قبري ذوانيتين وبري ذوانيتين ماكس نكمل ما لكل يجني جبد وحدس وزما عكس نكمر مرادين التشنج وزما مرادين يعني ما يسمى ما حسابات ما شخصية أو نطيو شيء عشان نيري شوي يفهم يعني بناء ما يحاول يتفادى السوراكي وذا نشزي الطاف لا أقصد أحد
حب هذا شحال ما صاير مشكله ديال الاشخاص مش الشخص زعما بيت ماضينو واخا يخضى كيدي اتي تاوي سير خير نش غير مي لان جمعنا القضيه زعما جمعنا شو كيخذي حد التوارا واقتراح غام تشكشم على الصوره وتمنى المول المول لان برادا مون دونتي ودا والو صحيح. ومن بعد السي وحسام ونتني لان غير ما خيل بقى كنت تزكجني اي ما غادي ديت خمس ميسنجر الله يرحم الوالد الاسئله اي سؤال طرح كي ديتك عبر اللايت ونتي باش هذا يدون زائد جو مثلا ولكن غير طول هانشي دايره بزاف مليح انك تحيه عاليه من الديار البلجيكيه للمناضل الحر الشريف رمز وديتو هذا شي مليح يعني تحيه جوج تحيه طنقران حسن ولا انا ما اظن من غلط شي وديتو هذا لان سير التيم مزيانين تحيه متبادله ومثلا شعور متبادل وتحيه متبادله تحيه عاليه وعبرك ومن خلالك وحي الجاليه نونعرف الجاليه المغربي كمرقي موقع بلجيك والاتحاد الاوروبي والعالم اي مجان العالم ان شاء الله ان شاء الله بشيرنا ان نحل مرحله الافراج مستقبلا انه مختصق ونقتوارف الطريقه نوضج محويش يوقع شي حاجه المهم نعم شوف وخا 9 سنين و70 يوم قاع يقدوا من الزمن جمعيتو قمموها يعني وما صاحبها من تعذيب ومضايقات واضرابات على الطعام لغير ذلك ذا مهم ما راني ندخل شي المهم نعم ولكن يعني احساس عا والله يوصف له النيه فغبارات ولكن تما المهم يعني مختفغه من قالوني الباشير مزيد فضل عني أتواري الحبس ديجن العالم عاود عالم الحرمان عالم يسمى الأحزان عالم تسوده اللغة يعني أبجدية الجدران اللغة الإسمنتية قسح تمام إيش النقطة غزو إيش النقطة إيش النقطة واحد غزاقس يعني مجموعة من نزلاء الحق العاب أقندين اللي الناس ميقان نزلاء الحق العاب كنجي شي كورشي قادين المظلومين الزاكسان دينوني نخضان شوف دينوني نخضان نتيجة لأن ما رانا حال مرصد الوطني للجريمة مثلا نقطة هي ما رخص خيل عزم القوس ثانيتين أتى في الأغلب الجرائم قارب خصوصا قارب نقل المغرب يعني الدافع الرئيسي وراء ارتكابها يعني الظروف المزرية الظروف الاجتماعية المزرية والمتردية يعني من أجل الحصول على لقمة العيش تقترف مثلا كشين حاجة مثلا المخالفة فمن لا أشجي على ذلك أشجي على شيء ولكن نساوها ذيني وذان نشقي الحبسة وتشما كريمة راه تاعي غاسني دراري الطلبة شنو الطلب؟ طلب مثلا يعني يزو البراءة يزو كذا غير نسخ الحكم السن ذا المحاكمة السورية ذا محاكمة سورية يعني انتقاما خصوصا بعد راه جا قبل ولكن عانين قيل حدة ما بعد الحراك باش تسكا عني ريفيين العائلة نسن قيل حراك باش نسن قال حراك يهم يقرمي ذين دراري صورة وتشما كريمة تزد بنادم ياك قناة شي جديد بنادم قاضي الالتزامات معاهدات مواثيق دوليه سينيات من المغرب واش المحاكمه العادله التي ينص عليها الدستور الممنوع الدستور الجديد القديم يقاد المحاكمه العادله قش شروط ظروف المحاكمه العادله قيق السبنان مستوي الاثبات وسائل الاثبات دليل ملموس حجه دامغه عادي صغير الادانه وهذه وذاني توحكم سبحان الله واش واحد خصني غنقف باكم السيوره ولكن نزل من برا واخا السواره ينا خاص نخدم يمكن ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان طبعا ولكن قبل ما تكمل غدا غير نتوما قناص خالد الريف خالد رانت انك البشير بن شعيب انسان طيب تعرفت بسجن الحسيمة سنة 2018 كانت لديه مواقف بطولية وشجاعة ومساندة لمناضلين الحراك المعتقلين انا سايما تحياش بعد سوطاس ومثلا انت الوقت تحيا سوطاس بزاف والافتخار الاعتزاز شميت سري غامية غار بحمقان غار بحمقان زي النضال هو انه المحب بيوذا قميس نقا ايوا غادي نمشي توارت مناقص سيتي لي شي مانا لان اعرف حنا قرانش مراو في غلازم يعني العز خص تلامس الصدق الحب قوارني استيطاويني نسقي خزراني نس
قاش نهار ما يتفازي الشعوري وذان قاس واخا راه 60 عام نحبس معاه تما تلامس السيد قمي هذه هذا مو غير واحد جاني يستورا كيم يعطي حكي لي السنه القيمه هو يا اي ان دا اول قال حقينو يتما ورني وني كفيل كفيل نشدك من اخر المصاري والنضالي تمام وتحيه صوتس البشر بن شعيب 9 سنين و70 يوم يعني لو كاش كتردني بوعياش كتاز مش قبل 10 سنين وزرير شيوني بوعياش كيف وجدت ايت بوعياش والريف عموما بعد ما ضيت هذه 9 سنوات من العمر لغه تصون انا بزاف اذا قلت تليفون واش مكاريمه قال يا البشير المهم قال تواري لقوني المعرفه بزاف غاري بزاف انسان اجتماعي مسالم يعني هاي العلاقات بزاف يودا الصداقه بزاف يودا تصونات قال واش يعني يوقعك تاقلمك الوضع شوف شوف الوضع يعني الجديد القديم فيه يوقع التغيير تغيير على المستوى البني على المستوى بعض يعني التجهيزات هي الكودرول كذا ما يصغرك ستوف فيت ما يصغرك كذا العقل الداخلي يوقع شي حركه احتجاجيه ما يصغر نوقع الجبولات قادر الملايا ولكن لو غنمشي نستوى خلينا نستوى الاولويات قادرين نستوى الاولويات ايه البنيه التحتيه ايه غتجي الاولويات ما البنيه التحتيه استبعاد ديريكت ايه وحدات صناعيه وحدات انتاجيه اخرق فرص الشغل للشباب بقى الشباب مثل في قوارب الموت الشهداء الذين يقصون السيوجي التوزن بقى شهداء لقمه العيش واش يعني بنادم يبقى يتبجح ويتغنى بمشاريع كبرى يصنع طياره يصنع طوموبيله الغالبيه الشعب يتحيش تما الويلات للفقر الجوع هنا قلنا تما زعما يعني المهم قام التغيير على المستوى ناري في كمار زين شوي التغيير يا غي وزان غير غي يعني وزان يوقع سن التغيير فيهم لنا بيكو جير دام زيان تفسي مغاطقود الحوامة تفو عايشين ريدين دراري ونسين خشي ما تفسي بخط غابس نيغا شبو ما سي مغاز زيغس مثلا قام تجير غاس 10 سنين غاس 20 سنة ونتجير غاس 30 سنة غاس 10 سنة مهم يلا غيري ذلك دانيتي نجوح نجي قناص إبراهيم إبراهيم نخبك أيها الشهر أين سحب متبادل أيها الصنديد البشير جيل صور ديخ الشعر الديوان ممكن مخاكن تفقي جيني هل هناك قصيدة شعرية لأن انتقرب غال حلقة باش تفاك نكمل رجاء هنا حاجة جيني كعضاي دواسي ما لم تذكرين واحد جاني تحييت قد كاتب له ورقة تحية الحسن بار تحية خلان تذكات ديس من سن تحية كل شيء قبر واش نختم القصيدة يعني لا لا ختمشي عادي نربع على الكلمات خصك تجاوب عاد زدت وراي شواور في حق صافي واخا يلا المهم الاخا السيور القصيده القصيده طاب مزيانه راه غير ثانيتين قال الصراحه بكل صراحه في وطني لا اشعر بالراحه اشعر في الضيق اشعر اتعاوز مزقارو الصراحه بكل صراحه في وطني لا اشعر بالراحه أشعر بالضيق في وطني رغم كل المساحة أغرق في وطني رغم أني أجيد السباحة بلادي بلاد الفلاحة الفصفات والسياحة ثروات بحرية وملاحة لكن فرص الشغل في وطني ليست متاحة بل الفقر في وطني قد اجتاح ولما الشعب بالحق صاح وطني بالقناع أطاح وبلغة الفصاحة احتقرني وطني بكل وقاحة احتقرني وطني بكل وقاحة ما قاش ما كيدير واش ما ريد ديني قايا كيد لحقاش ديال الاسئله تاع السناد سويني يعني خمنا هنا قايا كيد صبرانش الجماهير قاد صبرنا ايوا تعيط القصيده الصراحه يعني يا ابن يعني ونكريشي نبقي مع هذا السي ورع الطانسي والطبره تاع قاع عمل مره مره النقاط ماشي نور التنين قبل ما هذاك ينقب بعض الكلمات الزهر رايك فيه غايه ميساج ديال من براونيتين من خلالكم طلب اطلاق الصلاح كافه المعتقلين السياسيين الصحفيين معتقلي الراي على المستوى الوطني وفي مقدمة نسن يعني معتقلي حراك الريف
ناصر جلول حمجي قمونير بن عبد الله، يعني كلشي بدون استثناء، جواد مغار الى غير ذلك، كلشي المهم المعتقلين بدون اي تمييز، اي تمييز او تغيير، او بدون اي تمييز او استثناء، لا ما استثناش نجم المعتقلين. نساور نور الدين العواج الله يطلق سراحه، وطلب يعني يطلق الصراحه ينس الفوري يعني دون قيد او شرط. ريسوني طلب اطلاق السراح ينس، طلب اطلاق السراح من عمر الرضي، اطلاق سراح كافه المعتقلين السياسيين دون قيد او شرط، ونتحمل المسؤوليه الكامله يعني لا مسؤولين هنا الجاثمين في الصدور تسمى الاحرار الحرائر، يتحاول ان يزيل الموقع عن سن تسمى جارا الوطن وانتين غلاويه هنا وهنا هنا قاصن زي المنبر وانتين قد سمام الاشياء بغير مسمياتها. قد قام الوطن، قام الوطن، قامت نظام معين، قامير الوطن قامت نظام معين، قد كنس انظمه كنس الموحدين المارينيين والطاسيين مرابطين وقبرين كنسين الحضارات، ولكن ما يسكن الانظمه راح ندق الوطن، لان الوطن قامت قامت الشعب قامت الانتماء، الوطن قامت القيم قامت المبادئ قامت الجغرافيا، وليس نظام معين او شخص معين. وبالتالي الى متى، الى متى يغط تما السير سماز يتحسن ماشي لا السير سماز فهمت تامر مين غاي وذنا يغقم سحقاننا تما بزاف علاش نا سحقان يعتقدون انهم سحقاننا، لان شينا قنع على حق شينا قنع على باطل، وبالتالي شينو من سمنتك الشام النوض الرجل النوض. ولكن إلى متى يعني سيستمر هذا العبث، لأنهم يعيثون في الأرض فساد ويجرون الوطن إلى الهوية، وغصبوا الغيرة وغصبوا الحرقة في الوطن. واش كيما كسمح شين ما غاشينو كاشي الوطن وتين أن نتباهى به أمام الأوطان، قارن شين ما غاسكني هولندي يبقى هولندا تنقاسم قارن ليماني تنتقس، ولكن قنارتينا الوطني لأن قسمت ذلك سنجين كلما دافعت دفع دخل حقينك سيور دخل حقينك اش كتب دا عفان اش وين الحبس اش وين كذا ينا نامي كاين شعار استقلاليه القضاء ديني كيسن البشير مش عيب يرا تسمى الضربه قاضيه الحركه الاحتجاج نامي كاين شعار ني ونيرنا سن غير قالك باش مش سجاد دين سياسه استباقي سجاد باش من اجل باش تسمى ضاتين حركه احتجاجيه كاين قضاء مستقل تدين التعليمات من تحت لتحت. رغم هي المشكل ما يجي المشكل كيما انا يوغانا يوغانا هنا المسؤولين هنا وغاصبوا اراده حقيقيه من اجل النهوض في الوضعيه المواطن الوطن ككل، وغاصبوا ضمير حي يعني كون ما ضاعت شي حركه احتجاجيه وكسين والعبر ضاعت حركه 20 فبراير مثلا لهجنا كيسين السياسه مرحليه باش نمتص الغضب من الشارع، لان خزان غاصب النموذج خزان داك خزان مخدوق عقلي هي مخدوق قاضي مخدوق قاضي وقالوا نهجن الاعتقال كذلك، ولكن نهجن السياسه الهروب الامام والدستور التجديد كقديم سنين الانتخابات سحبنا انا بعضي ونجي الشارع للاسف ساومنا كيس قاعد نسمي شي الاطار شي حاجه مهم الوازع الديني يعني كيسن جينا في الشارع غير ذلك شفنا لا راهين على احد ولا وخا هذه وهذا اللي خصها داك الشرفاء وشي كلشي سوا لا خيوزان دي فون الاسلام غير وقتني يعني الدوله السوار ذا قام الطرق البدائيه التقليديه بعد الحركه العشرين فوضى تحتوي الحركه العشرين فوضى بطريقه وباخرى، ولكن الزمة لان ضاد المدى البعيد ضاد الحيرات ضاد كذا، ولكن واش تعتقد دروغاشك يعني من هذه تعتقد ان لا مسؤولين يعني تعتقد ان تينا الحلول الجذريه يعني اش كتمتص الغضب ديال المرحله ما تخزاتش من بعد يا قضاء الاحتقان قضاء الحيرات ما غامنا دموك حلول جذريه ويدك حلول جذريه هذه هو من يا غدا، ولكن للاسف للاسف النظام او تما كلمه لا حياه لمن تنادي، لان هنا واصل وضمير حي هنا الكراكيز اسقاط المستعمر حتى يرث الله الارض ومن عليها شنين هنا قال هنا شنين قال شنين يلا واش مكاريمه باش نختم انا مقربت غنختم، وقبل ما نختم غير هنا بعض الكلمات هذه تكون الإجابة بكلمة
ايوا نحاولوا ما امكن نلقى كلمه بكلمه ما كاينش تحاول بكلمه واحده. المهم اقبر يعني قبل ما نختم زوغ زاك نتقدم غلي ان زاك نتقدم غلي ان هذه الحلقه هي حلقه من يعني تري ختامها مسك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كريم الله المسك وميدك استحضار الشام حضار سيد مثنى الجاليه اللي دفع القضايا المسك اش يحفظ اش يحفظ رب العالم امين يا كريم البشير المرأة اسمها زباتينا كي جواور ولكن السند الحياة السند رجل السجن 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 مدرسة مدرسة سكيلة نمزيلة الحرية الحرية الأساس الريف الريف الشموخ النظام مبادئ الأمل ها الأمل 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 أمل دمازيغ تفوي ثم تفوي ثم دغيارين فوش تامو غنان تيدرين فوش تم غاتاري وزلوين برايات سكي غاسي جنسرا قاني حسن تيدرين قاد بن عزيزي بزاف يبانو تسينجي قانت تغا بس يعني يا بس حسن وما سنابا سنابا حسن بن عزيز سنابا بن عزيز سنابا حيق توطاس المغنات تحيقش البشير ناغ نوض غانية الحلقة الكلمة دان قالت ما نقصيش من كلمة بسيطة باش تبسخ ما غصف أنا تلميت وش مثل ما كلمة خلص إضافة ثاني الدين تمني هذه راك المستوى اسم الاستقبال أولتين رائع رائع جاي كانت حلقة جاي على استعداد ولوجي على استعداد ولكن المهم على العموم هو له مناقش شهور يعني الصدق يعني بعيد عن لغة الخشب فهمت؟ بعد بعيد عن اللغة الخشب المهم ثمانية وش ما نطلب إطلاق إطلاق الصراح المعتقلين السياسيين مخنا جيني قناس نطلب الحقوق لنا ونشينا قناة تسمى عازمون كل العزم من أجل مواصلة الدرب النضالي حتى تحقيق يعني المطالب المنشودة تحيي غايت مثل ما سكورشيني تصنص من قلايبا وخالي نوي سمضر شي سكورشي ريني يقيان ديورين قلاي ريني ديورين شي تحيي مرة سكورشي البشير مش عاية المهم شتو تغار الزكوم شي قاسني الجواهر الشعبية لو لكني وانتي ريشين شنين يعني شميدا قال افتخار الفخر بكم ولكم لأننا شين برزكم وانتي ريشين وزمانا يا غدا غنيش ربي العالمين لبدان مون يا غدا غني نصعم يا من اجل نصرة غدا غني نصعم شنين انبد انمون باش انصع القضية النار العادلة والمشروعة بعيدا في المشاكل الشخصية ونتخلط شي دي مسرعين النضال يعني القضية فوق كل الجميع وتحية كل شيء وتمني غيثمتنا غيثمتنا تمني غزاكس مار رايني تسران المواقع التواصل الاجتماعي نغط الشبكة العنكبوتية والعالم الأزرق الفضاء الأزرق التي استغل من هذا بما هو إيجابي أمغني غير عني ومدفوق زير حبس في قاعة الطاق فمن لأن غان قواسم مشتركة غانو غانو الأعداء غامية اثنين يستريح العبر غانو يعني شمي السواد بس يقول مسؤولين شخص الأعداء الأشخاص فمن وبلي هذا وانيتي خصنا نوا مارا نبدا يا سمارا غتنوا سمارا كل شيء هنا بعيدا خطاش النجات بعيدا عن الانا بعيدا كذا هذه الصحراء من هذا ما هو اسمى المتمثل متمثل في تما متمثل في نصرة القضية متمثل يعني في نهج الدرب نهج اجدادنا لان اجدادنا قدم الكثير سواء على المستوى التنظير على المستوى الملايم واحد من الشيخ ملايم واحد قال مدرسة التحرر الانعتاق العالم المفكر المنظر الفيلسوف نتحيات صوت طاس
زانيتي نقال مجد والخلود الشهداء الشعبي كمر الشهداء الأبرار على رأسهم الشهيد الرفيق قدر النضالي الشهيد كمال حساني كل الشهداء بدون استثناء نقاس نشنين تسمى الدرب نكون سائرون الدرب يعني الذي رسمتم بدمائكم الزكية من أجلنا نحن لا لشيء، وبالتالي شينا قانا صامدون عازمون يعني قانا خوري ما واش مكارمة إن شاء الله إن شاء الله وأتمنى إن شاء الله إطلاق السراح المعتقلين في القريب العاجل إن شاء الله حتى تعم الفرحة حتى تعم الفرحة وحتى تكتمل الفرحة. طلب الحرية غير معتقلين سكل شيء وانتو شايف مثلا في كازا ليس مثلا مو المعتقلين ماني مجان إن شاء شينا الله قانا ضد الظلم أينما وجد أينما رحل وارتحل شينا قانا ضد الموقع متصدي. بالنسبة غير الموضوع خصني وشي هو القصائد والشعرية، القصائد والشعرية مش يمكن نرجع لها مزيان تاريخ الشيعة تاريخ المسرح مش عم صواريخ شي حاجة وتجيبوها هادفة نضالية تاريخ يعني الشيعة نجاني يعني تدافع خلق أي قضية كرتري من أغلب القصائد في القضية نعرف القضية من الوطن ونتين ولكن يمكن القصائد هذه تخشين قضية مش ممكن تظن مهمة مهم من الجانب الأساسي هو يعني القصائد ينو قصائد هادفة نضالية كسيناي بزاف ديال الحبس عزينا داك السنت كسيناي تندمي وقال لي تندار لحد الآن عزينا يجي مجموعة من القصائد عزينا يجيش الرواية المغاق قناص الطائر الثائر الرواية وجيبوا القصيدة كسيناي وبيتارن كسيناي مجموعة من قصائد شعرية مزيانة زوجة مجموعة دواوين دي مزيانة عزينا داك السنت ولكن رغم ذلك عاد شي حفظت واخا كسيناي حفظت لأن مريح حفظت وزمان هي وتشبه شكرا. وتمنى المستقبل يجي المستقبل ظاهر ان شاء الله يعرفنا الوطن من كمال إن شاء نتمنى كل الله شيء مليح مان هي إن وتشبه شاء الله كريمه وتحيه نضاليه وتلميرتك ني وتقابلشكم مره شكرا 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 البشير نغش يحفظ الله تعالى تمني غير كمان سويت ما غير نغتب عن الحلقية تنتين نتير نقطة خلت تمني الشفاء العاجل العاجل للعائلة ينصر زفيدة بس يني مرة شين الجمال يعرف يعرف العالم الوطن العالم يكمر أزياد بالشفاء فماذا يعني الشفاء العاجل لأي سقيم إن فماذا شاء الله تحياتي من تحياتي بشير نار شكرا ايف كان سويت معكم خذكم النيرج من تحيات طمقران سجغور نيابة ومثل البشير قام التنظيم نتمنى الحلقة يا ثانيتين نستفد سكور شي نستفد المعاناة النار قبل ما نختم الحلقة يا ثانيتين شكرا الشكر غام قراني تومات البشير شكرا غايت ميجا جين بالطاقم التقني تومات عبد الرحيم كسين دائما زارق دائما في التقني نهار الكبير تومات عبر قادة شكرا غايت ميجا جين التجمع جين الشكر غام قران نازمنا دوات وختيقا داي الصاصن وتقدير واحترام متبادل للجميع ونش دائما أحب الجميع وأحترم الجميع وأقدر الجميع تمني أوراق تفخ سوس قرشي ولكن حان الوقت لكي أقوله تمني طيلة المدة يا تنتين تمني غدا في جي غيجن بسماء تصبحانت تسويني الزوغ الحلقة يا تنتين تري غيجن مسك ختام حتى نمسك قشين تساعد خير حسن زي تنتين أمسك أن إن شاء الله قاري في بسماء ريدنا أصل فرحان إطلاقي ثمثنا وتمني التوفيق للجميع وعطلة للجميع أشد على أيديكم واحدا واحدا ستجمع سيبدان إذا لغي اتباعا وتتوخشي أيضا إبدان دائما دعمناي ووارا سبحان جن دائما يلتري غصني جن نقد نقد بناء وحييهم تحية إكبار وإجلال يعني مخي قال بشير دائما تقدر تغشيني الجنس وتقرشي الاسماء تركز غير خط تقني الاسماء وزوين تقرش تجمع واي امه يغدو تشمع زاريت زير من براوانيتين ايجيج تحياشكم سوطاس تمني اتف يعني نستعد الفترة طالنا 4 سنين مليح تمني المعاناة نستوطن الامهات نستوطن بغض النظر ان نش نغدو نش أن تدون وتسجل لأنها معاناة الريف أمهات لأن الحلقات إلى الجنشين كريمة لأن إلى جنت أمهات المعتقلين إلى جنت ثمغارين غير الصواب تبرسين بدموع بحرقة وزمة تتو نغشين جنة التاريخ أبدا
تمني غطف السودغ رسالين بأمانة وصدق وإخلاص. تمني أتفي الجيغيش البصمة في كوريجن عرفني أو عرفتني عن قرب أو عن بعد. إجن التحية سرجة غور. تمني غكم التوفيق. إجن المسيرة موفقة. شكرا إجمعي وداني دياز من طيورة صورة سواء عورة حراك بريس أو تغشيرة داس تي في أيضا أي موقع اللي اتصل تزيق أي باب قداني تا أي وقت نشينا قان مكيدم تخسر أي واحد يتمنى يانا إجن خير المستقبل أيوزيك نيو أيوزيك نيت. وشكرا البشير شكرا عبر القذا شكرا نيمار رئيس مثنى شكرا شحفظ الله تعالى ايوه تحيه للبشير نزيد الصحه يدوعيش اش بحب يا كريم انا ومن خلالي نمشي متحيه ضمغات نعرف تحيه الامهات المعتقلين تحيه الجاليه نجان ربوع العالم ميمجان وتحيه جميع الاحرار الحرائر كل ضمائر الحي كل من له غيره خارفة والتين الوطن والتين ودمتم للنضال أوفياء ودام هذا الأخير وفيا لكم وشكرا نشكركم يحفظ ربي وتحية كل شيء.